السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. النهارده هنتكلم عن خلاط دفن روكا 5 مراحل. 5 مراحل بيشغل لي جتات، بيشغل لي سماعة في السقف، سماعة هاند، وسماعة مانيوال، والجت الحنفية الوزة اللي بترمي على البانيو. طبعا عندي الخلاط عديته كده، عندي هنا السالب يعني ميه بارده والموجب الميه السخنه، وعندي مخرجين فوق ومخرجات مخارج تحت اتحكم فيهم زي ما انا عايز، وعندي السنسور الحراري بتاع ضبط درجه حراره الميه على 38، ده من جوه، ده في التشطيب هنعمله. اهم حاجه اعرفها في الخلاط عندي الميني والماكس بتاع السيراميك، ما يخرجش عن المربع ده، يعني ده اول علام، تاني علام ما يخرجش عنه نهائي ولا يقل ولا يزيد، عشان لما اجي اركب الوش يركب معاه بشكل مباشر.